خبر جميل جدا لقطاع الصحة في مصر، وهو أن وزارة الصحة بتستعد خلال المرحلة اللي جاية لتنفيذ مشروع ضخم جدا لتصنيع أدوية للأورام برأس مال يصل لمليار جنيه، وده طبعا في ظل مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة، واللي بتستهدف فحص 28 مليون سيدة والكشف المبكر عليهم من أورام الثدي. المصنع اللي هيتم البدء فيه بيعتبر أول مصنع حكومي في مصر والشرق الأوسط لتصنيع المستحضرات البيولوجية وأدوات الأورام من خلال إحدى المؤسسات الوطنية التابعة لمجموعة أكديمة، عشان يكون في تأمين لاحتياجات مصر من الأدوية البيولوجية والأورام، وكمان يتم من خلاله الاستغناء عن المنتجات المستوردة اللي أسعارها بتكون تقريبا يعني خيالية، واللي بتستهلك ميزانية الدولة من العملة الصعبة. لكن ممكن نعرف بقى تفاصيل أكتر وأهمية إن يكون في إنتاج للأدوية الخاصة بمكافحة الأورام في بشكل في الصناعات الوطنية. تعالوا نعرف دلوقتي من خلال ضيفنا الموجود على الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ وليد عبد السلام رئيس قطاع الصحه باليوم السابع. اهلا بحضرتك يا فندم، صباحك صباح الورد. صباح الفل يا استاذه نهى، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين، والحمد لله على السلامه عودتكم واستقبالكم للشاشه الجميله وبرنامجكم المتميز دايما وابدا. ربنا يخليك، مرسي جدا يا استاذ وليد. في البدايه خلينا نتكلم ان احنا اتعودنا دايما انه الادويه اللي بتعالج الاورام او الادويه البيولوجيه احنا بنجيب الادويه دايما المستورده، دايما المريض بيدفع مبالغ باهظه في ان هو يلاقي الادويه المستورده ويا ريته بيلاقيها. خلينا نقول بقى ايه اهميه انه يكون في تصنيع من خلال مصانع وطنيه لهذه الادويه. خلينا نبدا الاول ان سياده الرئيس خامس الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده توجه ووجهه نظر ببناء الصحه على المستوى القومي بشكل عام، فكان سياده الرئيس من الاول اصدر توجيهاته للحكومه وللسيده وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد بضروره الاعتماد ذاتيا على توفير المستحضرات البيولوجيه وادويه الاورام في مصر، بدلا من فكره استيرادها والتكلفه الكبيره من العمله الصعبه اللي بتوفرها الدوله على مدار السنه لشراء هذه الادويه، ومش بس كده وغيرها كمان. فسياده الرئيس الحقيقه اسند الى وزيره الصحه هذه الفكره وقال لهم لازم تتصرفوا بسرعه، فكانت النتيجه ان تم تشكيل غرفه عمليات مركزيه للمستحضرات المتعلقه بالمستحضرات البيولوجيه ومستحضرات الاورام، وخرجت هذه الغرفة بضرورة إنشاء مصنع هو الأول والأكبر على مستوى الشرق الأوسط لإنتاج المستحضرات البيولوجية ومستحضرات الأورام. وطبعا بعد هذا التوجيه تلا هذه المسألة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عمل مبادرة صحة المرأة اللي بتستهدف 28 مليون سيدة على مستوى الجمهورية بالكشف المبكر عن الأورام وتوفير احتياجات الدولة. طيب الأهمية الكبرى في هذا المصنع أن هذا المصنع سيقوم في الأول بتصنيع وتوفير الأدوية على المستوى القومي لمستشفيات وزارة الصحة، ثم احتياجات المبادرات القومية التي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي وما يليها من أورام أخرى، وإحنا عارفين أن مصر الحمد لله يعني أقل الدول على مستوى العالم في معدلات انتشار الأورام السرطانية، هو 113 حالة لكل 100,000 حالة لكل 100,000 نسمة. النقطة اللي بعد كده إن هذا المصنع سيصب توفير المنتجات المتعلقة به في احتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل اللي حاليا دلوقتي بدأت في محافظة بورسعيد وهتمتد في مارس 2020 إلى محافظتي جنوب سيناء ومحافظة الأقصر. وكلنا نعلم أن حجم الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الموجودة في المجتمع المصري قبل مبادرات السيد الرئيس هي أزمات صحية كبيرة تحتاج إلى مجهود في الكشف وكذلك توفير العلاجات اللي هي طبعا الغالية. طيب المصنع ليه بعد مهم جدا وبعد قومي، هو استيراد التكنولوجيا العالمية في تصنيع أحدث مستحضرات الأورام والمستحضرات البيولوجية على مستوى العالم. تم عمل اتفاقات مبدئية ثم اتفاقات شبه نهائية لاستيراد هذه التكنولوجيا، تم تخصيص الأراضي، حاليا بيتم الإعداد لبناء المصنع بشكل كامل، تم تجهيز الكوادر اللي هتقود مسألة التصنيع في الفترة المقبلة،
والحقيقه ان لسه في مفاجات كبيره. طيب استاذ وليد، اخيرا فيما يتعلق بكفاءه المنتج، هل تم التنسيق، هل لديك معلومه عن انه تم التنسيق سواء مع منظمه الصحه العالميه، منظمه الادويه، منظمات اخرى عالميه بالنسبه لكفاءه المنتج، يكون عندنا ايضا كمان المنتج ذو كفاءه بيتمتع ايضا بنفس الكفاءه اللي بيتمتع بها المنتج العالمي؟ خلينا اقول لحضرتك ان المنتج المصري هو حقيقه بيتمتع بنفس معايير انتاج المستحضرات المستورده من الخارج، بتشرف عليه كل المنظمات والهيئات. هذا المصنع هو معتمد وان شاء الله هيحصل على GMP، وهي دي شهاده جوده عالميه مهمه جدا. صحيح. في تعاون كبير جدا مع كبريات الشركات العالميه في العالم لبدء تصنيع هذه المستحضرات بأعلى مستوى من الجودة. تمام. وما ننساش دايما أن منظومة التأمين الصحي الشامل من ضمن اشتراطاتها أن هي بتقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات الطبية للمنتفعين أو المرضى. وصلت الرسالة، بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ وليد عبد السلام رئيس قطاع الصحة بصحيفة اليوم السابع على كل هذه التوضيحات. خبر جميل وخبر مفرح بننهي به النهاردة مقدمتنا في صباح الورد. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا مها.